السلام عليكم اصدقائي، شكون فيكم كيف فكر يشري ريلمي سي 3؟ هذا التليفون اللي نزل السوق في المغرب شي سيمانه هذه تقريبا، وكاين عليه الهضره بزاف وعناوين في اليوتيوب اللي كتدوخ بكل صراحه. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله نعرفوا التفاصيل كامله ديال هذا التليفون، ولمن يصلح، واش يستاهل الثمن ديالو ولا لا. كما هي العادة في تليفونات ديال الفئة الاقتصادية، تليفون مصنوع كامل من البلاستيك، التصميم ديالو عادي، غير زادوا ليه هذا الشكل بحال الأشعة ديال الضوء خارجين من الكاميرا. بصراحة لمسة زوينة، عطات شكل زوين للظهر ديال التليفون. الشاشة ديال التليفون من نوع IPS LCD بدقة 720 في 1600 بيكسل، وعليها حماية زجاج غوريلا 3، كتدعم دارك مود، الوضع الداكن. والخلاصة ديال الشاشة بكل المميزات اللي فيها ناقصة شوية، وغير اللي بغى يقضي وصافي. السطوع ديالها ناقص، وحتى البيكسيلات ناقصين، مع الحجم ديالها كبير بزاف 6.5 انش، وهذا الشيء خلى الالوان تكون باهته شويه في الشاشه مع البيكسيلات اللي ناقصين كما قلت لكم. واللي كتهمو الشاشه اكثر خصو يشوف تليفون اخر من غير هذا بصراحه، حيت شركه ريدمي في هذا التليفون ركزوا فيه على الاداء ديال الالعاب. ومن اللي ذكرنا الالعاب، الريدمي سي 3 كيجيب معالج ميديا تيك هيليو جي 70 بتقنيه 12 نانومتر. هذا المعالج هو اللي خلى هذا التليفون يكون من احسن التليفونات في هذه الفئه بالنسبه للالعاب، وخلاه يدير هذا الضجه هذه، وهضروا عليه بزاف ديال التقنيين. شركه ريدمي بهذا التليفون كتستهدف به الدراري الشباب والشابات اللي جاي اللي مبليين بالبابجي وفري فاير، وما عندهمش امكانيه باش يشريو تليفونات اللي غاليين ومختصين في الالعاب. ولكن ما تمشيوش غالطين في هذا المعالج، راه كيبقى غير معالج في الفئه الاقتصاديه، يعني هذه الهضره ديال ممتاز وكذا وكذا، راه غير مقارنه مع المعالجات اللي بحالو في تليفونات ديال الفئه الاقتصاديه. يعني اي تليفون فلاكشيب اوكازيون بنفس الثمن اللي كيدير حاليا ريلمي سي 3 غيكون احسن منه في الاداء ديال الالعاب، وحسن منه في التصميم طبيعة الحال، وحسن منه في المواد باش مصنوع، والكاميرا، وبزاف ديال التويشيات الاخرين. الباتري في هاد التليفون كبير بزاف، وبصراحه ما غاديش تلقاو باتري بهاد السعه في تليفونات الفلاكشيب الاوكازيون. هادي حاجه معروفه، تليفونات القدام الاوكازيون ما فيهمش باتري بهاد السعه الكبيره بزاف، وخصوصا تليفونات الاوكازيون كيكون الباتري فيهم واكل الدق مزيان. يعني اللي كيهمو الباتري، الباتري هنايا راه مزيان بكل صراحه. السعة ديال الباتري هنا 5000 ملي امبير، ادوز نهار نهار ونص ديال الخدمه بلا ما يحتاج يتشارجا، وكيما كيبقى مده طويله بلا ما يحتاج يتشارجا كيبقى مده طويله وهو كيتشارجا، حيت الشحن السريع اللي فيه غير 10 واط، ومع السعه الكبيره ديالو ياخذ بزاف ديال الوقت باش يتشارجا. ويمكن لكم تستعملوه كباور بانك، يمكن لكم تشارجيو منه تليفونات اخرين، اي جهاز اخر كيتشارجا، سواء سماعات سواء تليفون. وحاجه اخرى، تليفون ما فيهش منفذ تايب سي اللي ولا مهم بزاف يكون في التليفونات حاليا، في غير ميكرو يو اس بي اللي كنتمنى ما نبقيناش نشوفوه في التليفونات اللي كيخرجوا جداد، حيت دابا كلشي تعمم تقريبا، سماعات بزاف ديال الاجهزه ولاو كيستعملوا التايب سي. ومن طبيعة الحال فيه بلاصة السماعات العادية بحال التليفونات اللي في هذه الفئة. البصمة ديال التليفون كاينة في الظهر بحال أغلب التليفونات، والأداء ديالها مقبول، وكيدعم الفيس أنلوك، وما فيهش الإضاءة ديال الإشعارات، هذه حاجة تعودنا عليها في هذه الفئة. والصوت ديالو تا هو ضعيف بزاف مقارنة مع التليفونات، يعني الصوت غيجيكم ضعيف بزاف في هذا التليفون. وندوزو للكاميرات، الكاميرا ديال السيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، والكاميرا الخلفية بثلاثة ديال العدسات، الرئيسية 12 ميجا بيكسل، والثانية ماكرو بجوج ميجا بيكسل، والثالثة عزل الخلفية تا هي بجوج ميجا بيكسل. والتصاور ديالو ما نقدرش نقول لكم ممتازين، يعني مسلكين في الإضاءة المعتدلة، التصاور يكونوا عاديين بحال التليفونات اللي في هذه الفئة، ولكن في التصوير الليلي عيانين، وهذه حاجة طبيعية، كل تليفونات في هذه الفئة ولا أغلبية ديالهم هكا التصاور ديالهم دايرين، كيكونوا ناقصين شوية. الفيديو تا هو ماشي شي حاجة اللي تقدروا تعولوا عليها، كيصور فيديو 1080 بي ولا 720 بي، وغير بثلاثين إطار في الثانية، وما فيهش مثبت بصري للفيديو، يعني الفيديو نقدر نقول لكم سيء. والخلاصة هذا التليفون فيه المعالج مزيان في هذه الفئة، والباتري تا هو ممتاز بهذه السعة اللي هي 5000 ملي أمبير. وبالنسبة للشاشة، الكاميرات، الشحن السريع، وبعض التفاصيل الأخرى ناقصين فيه مقارنة مع الثمن ديالو اللي هو 1500 درهم النسخة 3 رام 64 ميموار. ونتمنى نكون عطيتكم فكرة على هذا التليفون، ما بغيتش نطول الفيديو بزاف، حاولت نختصر لكم كل شيء. وشكرا على المشاهدة، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.